مرحبا أحبائي المتابعين، شلون الجميع؟ إن شاء الله الكل بخير وصحة وسلامة. اليوم جاي أصور لكم شوارع أربيل في ظل تساقط الأمطار. ما شاء الله هالكم يوم تساقط كثير بالأمطار، ومثل ما تعرفون إحنا يعني جو الأمطار بيعشقه، خاصة إذا كان يعني ماكو نقول يعني تكون شوارع تكون نظيفة وما بيها مشاكل وحفر وهاي الأمور. اليوم راح نتحدث شوية عن موضوع إنه السياحة في فصل الشتاء في عموم كردستان، ونحكي بالخاص يعني أربيل. يعني كثير من الأشخاص يمكن يقولون او ما اعرف اذا عندهم معلومات او لا، انه يتوقعون اربيل فقط هي موسم سياحه مالتها فقط بالصيف، يعني ما اعرفون انه بالعكس انه موسم الشتاء ايضا في سياحه وفي اماكن تجذب السواح. يعني اكثر موسم اللي ناس تحاول تروح بها المناطق الجبلية أو المناطق القريبة، نقول على راوندوس، سوران، على المصايف بالشتاء، شقلاوة، نقول كورك، هاي تكون موسم ساقط الثلوج. يعني بعد شهر 12 والواحد يكثر موسم تساقط الثلوج، ولذلك تعتبر هاي المناطق يعني أكثر رغبة أن الناس يروحون يمارسون لعبة شلون نقول ضربة على الثلج. لأن إحنا صراحة كرايحين كعامة يعني ثلوج ليلجا نشوفها كثير بالتلفزيونات وبالأفلام، فقليل ما يعني نقول 800 أو ماكو هاي الأحداث يعني تكون على أرض الواقع، يعني فقط من مناطق كردستان أكثر شيء. هي مرة سنة من السنين سقطت أيضا كثير بالعراق 2008 و2000 وأعتقد 2004 كثير سقطت ثلوج. ولهذا أنه أربيل منطقة موسم الشتاء أيضا أو محافظة اللي هو إقليم كردستان كلها موسم الشتاء كل الجميل، الأمطار، الثلوج، تعتبر أيضا مكان جيد وجميل للسياحة، وخاصة حاليا طرق النقل يعني مرتبة أكثر، ويقدر أي شخص بسيارته يروح إلى هاي الأماكن. وموسم الشتاء اللي يميزه إنه يعني بالنسبة لوسائل التدفئة مثل ما قلنا إحنا، يعني كثير من العالم تستخدم الصوبات ويشترون نفط. سعر النفط هنا يختلف عن باقي المحافظات العراقية، يعني هناك باقي المحافظات العراقية دولة بتوزع براميل نفط، هنا صراحة التوزيع شوية يعني ما عندي معلومات كله لا، بس الأكثرية تعتمد على شراء البرميل. سعر برميل النفط يعني بالشتاء يوصل 130-140 ألف، يعني برميل يوصل مرات 150 ألف، حاليا هو سعر بين 120-130، يعني هاي الأسعار. بس بالشتاء لما يكون موجة أكثر يوصل إلى 140 ألف. بالنسبة إذا شخص يحب يأجر موتيلات أو مناطق قريبة على المناطق الثلجية يستمتع بها الأجواء يعني الثلجية، أكو مجمع راوندوز، يعني قضاء راوندوز في مجمع شنقلبانة او بانك، مجمع بانك بموتيلات، يعني واحد يقدر يستمتع بهاي الاجواء يعني بعد شهر 12 واحد لما يصير موسم تساقط الثلوج. وان شاء الله اذا صار موسم راح نروح نروح هناك واصور لكم فيديوهات على هاي المناطق. وايضا منتجع جبل كورك، ايضا هذا المنتجع جميل الواحد يريد يحجز، موتيلات هناك موجوده، شقلاوه موجوده ايضا إذا شخص يريد. باقي المناطق
شويه وصول انه يكون اعتقد يعني بالشتاء ما اعرف اذا كان مفتوح ولا، يعني خاصه انه اكو مجمع خشكان هذا بالصيف يعني دائما الموتيل ماله يعني ما تلقى حجم قد ما اكو ضغوطات عليه، يعني اكيد اذا بالشتاء يكونون فاتحين يعني طريق مشكله الى الوصول الى يعني مو صعب، بس خوفا انه اذا صرت ساقط رجع منطقه كثير قبل قريبه عن منطقه جبليه يعني يمكن يكون شوي صعوبه الوصول لهي المناطق اذا كانت مفتوحه، اذا كانت مفتوحه فهي المناطق تعتبر جميله جدا. وطبعا كثر ما تعرفون انه اذا حاليا هالسنه موجود يعني فيروس كورونا ما راح ترجع هاي الفعاليات، فعاليات تزلق على جليدو اللي كان يسووها على جبل كورك راح ترجع له لا بهاي الظروف الموجوده حاليا، لان تعتبر ايضا من الاشياء الجميله والرائعه اللي نفتقدها كثير يعني بالعراق، دائما ما نطلع عليها بالتلفزيونات تزلق على الجليد وهاي الفعاليات خاصه. ولهذا موسم الشتاء جميل جدا، يعني انا برايي موسم الشتاء اجمل شيء يعني هو موسم الشتاء، يعني اذا شخص يعني كان مضطر يقدر يعني يدفي نفسه باي شيء، يعني بالصيف يعني لازم الكونديشنات والسبانة تشتغل وانت بالسياره مشغل اي سي زين، واذا تطلع شويه فض 10 دقائق ربع ساعه يعني تعرق من الحر ويعني لازم تحتاج تستحم كل يوم، يعني هذا الشيء بالشتاء موجود. هذا انا اعتبر موسم الشتاء كلش جميل جدا يعني، وخاصه هنا بكردستان وفي اربيل جدا جدا جميل، واذا خاصه يجي موسم تساقط الثلوج يعني يكون اجمل، لان صراحه اي شخص عندنا يحتاج الى تغيير، وكوننا احنا نعيش ببلد حار يعني ما شاء الله الصيف طويل، وقلما ندر انه يكون الشتاء طويل لاربعه اشهر يعني تساقط امطار وثلوج، والحمد لله يعني اتمنى انه نشوف يعني لو كان هناك اهتمامات كثيره ببناء سدود لكان افضل، حتى هذا المطر ينخزن صراحه ويصير استفاده كثير له، وما توجد اي فيضانات يعني باربيل بالنسبه لي، اللي تخاف انه اذا تساقط امطار كثيره ويستمر التساقط وما يتوقف انه يصير توقف، لا ما يصير اي توقف يعني تسد المجاري هاي، لا ما موجوده هاي لان كلها شبكات صرف جديده داخل المدينه ويصير صرفها يعني. فبالنسبه لهذا الموضوع موضوع تساقط الامطار والشتاء يعني كردستان كلش جميل، هو احلى فتره يعني الفتره انا برايي، ما اعرف اذا انتم كنتوا مؤيدين لهذا الشيء، وان شاء الله يعني انه يصير ظروف انه بس صار تساقط ثلوج، يعني اذا عرفت انه صار تساقط ثلوج اي منطقه مناطق الجبليه راح اصورها، حتى اصور لكم الطريق كيف يكون الوصول لهناك واي انواع السيارات تكون يفضل تروح. حاليا اي مشاكل ماكو، حتى السيارات الناصيه يعني اللي مو الا 4x4 او السيارات السبورت او النص، لا حاليا كل مناطق توصل، بس مناطق بعيده كثير هاي لا صعبه يعني صراحه، هاي اللي برايي انه اكو مناطق اللي على جبل هولجرد وهاي اكو شركات تودي اشخاص لهناك يعني، وراح اي شخص يطلب هاي الشركه هذا راح ادز له الموقع اكتب لي اياه بتعليق شركات معتمده ويودوك هناك تصير تخييم، يعني مدار الساعه 24 يقول على مدار السنه ومتوفرين كل يوم، تتصلون بيهم وهم راح يقولوا لكم اسعار وايش قد الكلفه وشنو المتطلبات، يعني اكو اشخاص كثير ما اعرف اذا عندكم معلومات على هذا الشيء انه اكو تخييم جبل هولجرد على قمه جبليه حاليا محافظه اربيل، يعني مناطق كلش رائعه اللي يروح يسوي تخييم هناك، واذا صارت فرصه يعني راح اتصل بالجماعه اللي يدزون لنا كم فيديو لهم وانزل لكم اياه هنا حتى انتم ايضا تشوفوه وبعدين تحاولون تتصلون، او اتصل يعني اي واحد يريد اقدر ادز له الموقع انه هو يطلع مباشره على الفيديوهات حتى يستفاد من عدم ويشوف
لان صراحه احنا محتاجين، يعني اي شخص بعد محتاج تفريجه. يمكن هاي ظروف مال فيروس كورونا شوي قلت، خلت العراقيين ما يكثرون السفر من خارج العراق. صراحه الانسان يكون دائما بالبيت يتعرض للتحصر، يعني لان دائما كل شخص بعد يحتاج الى تغيير. يعني حتى مرات يعني انت بالبيت تحاول تغير نمط البيت مالك او غرفه قياده. يعني السفر تعتبر احد الوسائل الراحه تغيير جو للانسان. وان شاء الله يعني اي شخص في الاربيل يشوف الاجواء الشتاء جميله جدا وممتعه. اتمنى لكم السلامه والصحه للجميع، واي استفسار عندكم اطرحوه انا راح اجاوب عليه. تحياتي للجميع، أتمنى لكم أوقات سعيدة وجميلة. دمتم بخير.